فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية. ثم لفظ الأعرابي هو في الأصل اسم لبادية العرب، فإن كل أمة لها حاضرة وبادية، فبادية العرب الأعراب. ويقال إن بادية الروم الأرمن ونحوهم، وبادية الفرس الأكراد ونحوهم، وبادية الترك التتار، وهذا والله أعلم هو الأصل، وإن كان قد يقع فيه زيادة ونقصان. والتحقيق أن سائر سكان البوادي لهم حكم الأعراب سواء دخلوا في لفظ الأعراب أو لم يدخلوا. نعم، كل العالم، كل العالم باختلاف أنسابهم وطبقاتهم ينقسمون إلى قسمين، حاضرة وبادية. وبادية، وكل جنس له اسم خاص به. فبادية العرب يقال لهم الأعراب، وبادية الروم يقال لهم الأرمن، يقال لهم الأرمن في الغالب، وبادية الفرس يقال الأكراد، يقال لهم الأكراد، وبادية الترك وبادية الترك يقال لهم التتار. هذا من حيث الأسماء، لكن الاسم الذي أو الاسم المشترك الذي يجمع الطوائف هو عدم سكن الحاضرة، سواء حاضرة العرب أو حاضرة غيرهم، فكلهم يأخذون حكم الأعراب، كلهم يأخذون حكم الأعراب وإن لم يسموا أعرابا نظرا لمسكنهم وهو البادية.